الرحيم، صباح الخير. اليوم حبيت أسوي كبسة لحم، لأن اليوم جمعة حبيت أقدم أكلة تليق بهذا اليوم. هنا عندي كيلو لحم مغسول ونظيف، وهاي اخترت قطع بها اللي دهين شوية يصير أطيب. هنا 3 أكواب رز بسمتي مغسول ومنقع، أو هيك صفيته نظفته. هاي بصلتين وفصوص ثوم، هاي معجون ملعقة كبيرة وحسب الرغبة لون التمن إذا تحبوه أحمر. هنا اخترت طماطة صغيرة حتى أسهل بالتقطيع. بالنسبة للبهارات، صحاح ومطحونة. البهارات الصحاح هاي 2 البصرة، ورق غار وقرنفل هيل وفلفل أسود. المطحونة كزبرة وكمون كركم، وهاي بهارات كبسة جاهزة، وانتو تقدرون تغيرون بالبهارات حسب خبرتكم. هسه راح ان شاء الله ننتقل على الطباخ ندي خطوات العمل. شكرا. هسه هنا ضفت سمنة بالقدر وراح اضيف البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل عليه الثوم. أول مرة حتى يضيف نكهة على اللحم. استمر أحمس فيه شوية ينطي ريحة وأبدي أنزل عليه اللحم. البصل شوية ذبل عندي وطلعت ريحة الثوم، راح أخلي اللحم على جهة الدهينة شوية. بسم الله. طبعا كمية اللحم مو تقدر حسب أفراد العائلة، أو إذا بدي فطار شوية واحد يزيد كمية اللحم. هنا نفس الشيء، انتظر شوية يحمص شوية، يعني يشوح ياخذ لون يرجع بالجهة حتى اخلقه على الجهة الثانية. انتظر عليه شوية في مرحلة. قلب باللحم بس مجرد اريد ياخذ يعني نكهة الجبر. احنا طبعا نريد اللحم مستوي كلش بحيث يعني وقع اللحم من العظم. فبهالحالة لو استخدم جبر ضغط، انا هنا محضرة جبر ضغط. تقدرون اما يعني كل المكونات تخلوها بجبر الضغط تستوي سوا، وبعدين تصفوها من البصل والطماطم بعد ما يستوي اللحم تماما، او انه هيك تحمسوه وتضيفون مي حار على مراحل تظنون انه يستوي اللحم تماما. انا بالنسبة لي بس احمسه بهذا الجدر وبعدين احوله على جدر الضغط. وطبعا ما راح احتفظ بالبصل والطماطم، راح اصفيهم. إذا ما تحبون تقطعوها من البصل وتريدوه يعني ويا التمن، فبهالحالة لازم تقطعوه قطع صغيرة. أنا سويت كبار. الطماطم هاي راح أضيفها. لكن راح أتخلص منها بعدين، مجرد هيجي طعم. كبيرة لأنه راح أصفي مي اللحم. نحبه يعني التمن صافي ما بشوائب. راح أبدي أضيف هلا
الخطوات يعني الظليم ربة البيت حسب هي شلون متعودة، يعني تختصر بالخطوات. الطبخ همينة يعني متعة، انه ربة البيت همينة اذا الها واهس بالطبخ تقدر يعني تسوي على مراحل، او اذا مستعجلة موظفة يعني تقدر انه كل المكونات بجدر الضغط دفعة واحدة. المهم اللحم يكون مستوي بالنهاية وماخذ النكهات المطلوبة مالت كبسة اللحم. هذا المعجون بسم الله، هذا ماي مغلي لان اللحم انطبخ لازم اضيف له ماي مغلي. راح انتظر شويه يفور وبعدين احاول بجدر الضغط حتى اضمن استواءه. هسه انا بهاي المرحلة صفيتها من الزفرة، يعني شلت الزفرة وخرتها وطفيت النار. راح احولها بجدر الضغط على مود اللحم يستوي تماما، لان اذا ابقيه بالجدر لازم اراقبه، ومن يقل يبدي المي عندي يقل لازم اضيف له كل شوية مي حار، فهاي الخطوة تسرع لي العملية. وإذا يعني من البداية أخليه بجدر الضغط يعني ما راح أحصل إنه ينحمس مثل ما هسه أنا حمسته، يعني ما أخذ راحتي بتقليب اللحم والبصل بجدر الضغط، حتى لو جدر أكبر يعني أقلبه أحسن لي بهذا الجدر. وراح أحتفظ بال هسه هاي الخضرة مو من هسه أصفي، هم أستفاد من عدها بعد أضيفها على جدر الضغط. هالشكل احوله بسم الله الرحمن الرحيم. هسه خليته على نار عاليه اللحم، وراح انطيه فد مرحله ابدي اوطي النار. وهنا هذا الخضر نفسه اللي استعجن بيه اللحم استفاضت بيه ما غسلته لانه حطبخ بيه كمن، حطيت له زبد بقدرون سنة، وهذا مصري جهزته حتى اصفي اللحم ما اريد الخضار فيه. والسمن نقعته بعد ان شاء الله من يستوي اللحم ادمجهم بهذا القدر الكبير. هسه هنا استوى اللحم عندي، حولته من جدر الضغط بهذا الجدر التم حنطبخ بيه الكبسة. وها حبيت اشوفكم انا صفيت المي من هاي الخضره ما اريدها انه بي بصره همين. هسه راح اعلي النار شغلتها وراح اضيف التمن صفيته من المي النقع مالته. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه بهاي الاداه عليت النار حتى يعني يبدي ينطبخ التمه ليصير مية ازيد. بهاي المرحلة اقدر اضيف الملح، مقدار ملعقة اكل من الملح، اذا شوي ازيد على مود اللحم.
القلاية هيك بس يعني منظر، لان احنا يعني ما اخلي فلفل حار، وان شاء الله الخضرة يتهدى. شكرا. هسه دا اشوفكم المراحل مالت الطبق. هنا قل المي عندي بدا ينشف، راح هيك احركه شويه حتى بعد ما ينزل هذا، وحوطي النار اخليه يتهدى ان شاء الله، ويكون بعد التهدي جاهز للتقديم. طبعا ريحته كلش طيبه الحمد لله. ان شاء الله هتم تهدى وصار جاهز للتقديم، ولونه كلش حلو هيك ماخذ حمار خفيف، لان هو مو تمن احمر، هو كبسه. ان شاء الله راح اصب طبق التقديم وازينه. شكرا. عن طبق التقديم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاير واللحم كلش مستوي، دا يوقع من العظم، وريحة طيبة كلش الحمد لله. يعني احول كل الجدر وازين الطبق ان شاء الله. هاي الفلفلاية همين بالوسط. يوم عجبتكم وتجربوها، والخطوات سهلة عليكم إن شاء الله. أني وأعطوك صورة. شكراً.